المزيد من التفاصيل يسعدنا أن ينضم إلينا السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير. نتحدث عن القمة 22 للكوميسا تحت شعار تكامل الكوميسا الاقتصادي، يركز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة. كيف هذه القمة ستبني على ما تم إنجازه خلال رئاسة مصر والمكاسب التي ستتحقق للقارة الإفريقية والدول الأعضاء؟ أعتقد أن الكوميسا هي أكبر تجمع اقتصادي أفريقي. طبعا هناك الاتفاقية القارية لإعلان أفريقيا منطقة تجارة حرة، والكوميسا جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية القارية التي عقدت تحت رئاسة الرئيس السيسي عندما كان رئيسا للاتحاد الأفريقي. الكوميسا أصبحت هناك تبادلات تجارية كبيرة بين الدول الأعضاء، وأدت إلى زيادة في صادرات مصر إلى الدول الكوميسا 21، وأيضا إلى زيادة الواردات المصرية اللازمة للصناعة المصرية، معادن مثل النحاس والمعادن الأخرى التي تستغلها الصناعات المصرية. أنا لفت نظري أن العنوان الرئيسي لقمة هذا العام هو موضوع الطاقة الخضراء والسياحة. الطاقة الخضراء، طبعا كل العالم الآن بيتجه إلى الطاقة الخضراء، ومصر قطعت خطوات كبيرة في اتجاه هذا الموضوع منذ أو قبل حتى بداية مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. والسياحة، يجب تنمية السياحة الأفريقية. يعني أعتقد أن في مصر لم ننتبه كثيرا إلى الإمكانيات التي يمكن أن تقوم بها السياحة الأفريقية في زيادة السياحة المصرية، لسبب رئيسي أن الدول الغربية لا تعطي تأشيرات دخول بسهولة للسياح الأفريقيين، فممكن جذب هؤلاء السياح الأفريقيين إلى مصر. مصر طبعا يعني بالتأكيد سيادة السفير، وهذه الجزئية يعني تجعلني أسأل حضرتك، لو تحدثنا في سياق متصل عن تأثير الدور المصري إفريقيا، شايفه إزاي؟ مصر بتعطي المثل. أعتقد أن من أهم النقاط التي أثرها الرئيس السيسي أنه لا يمكن تنمية مستدامة بدون سلام وحوار، لأنه لا يمكن تصور أن تقوم تنمية في ظل نزاعات إثنية أو نزاعات على الحدود بين الدول. وأعتقد أنه قطع خطابه الرئيسي لكي يقول هذه الفكرة التي يؤمن بها تماما. منطقة الكوميسا لو تبصها على الخريطة تمتد من شمال أفريقيا حتى تقريبا إلى الجنوب الأفريقي، فهي منطقة ممتدة تجمعها حدود مشتركة، لأن من ضمن الشروط الانضمام إلى الكوميسا أن يكون لها لكل دولة حدود مشتركة مع عضو آخر في الكوميسا. النقطة الأخرى التي أثرها الرئيس السيسي وأعتقد أنه أركز عليها كثيرا هو الوضع في السودان، لأن السودان له حدود مع أعضاء في الكوميسا، ويجب على الكوميسا أن تتخذ موقف نشط لإحلال الأمن والسلام في السودان. لا نرى يعني بوادر أمل كثيرة، لأن الاقتتال في السودان للأسف مستمر. صحيح سيادة السفير، الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار لعدد من النقاط الهامة في كلمته. بشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية.